بنات واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات للفيديو ده، بس انا زعلانه منكم قوي عشان انتم مش بتتفاعلوا على الفيديوهات بتاعتي، وبصراحه انا مش عارفه ليه، بس يلا عادي مفيش مشكله. اهم حاجه ان انتم برضو بتشوفوا الفيديوهات، بس اتفاعلوا معاها اكتر بقى، تعليقات لايكات شير كده، عايزين الفيديو بتاعنا يوصل لناس تانية برضو غيركم يا بنات، عشان القناة بتاعتنا تكبر، وزي ما انتوا كمان بتستفادوا بنانيت تانية غيركم تستفادوا، ده غير كمان ان العيلة بتاعتنا بتاعت بنانيت شيرو تكبر اكتر واكتر 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 واكتر. طبعا عشان ما اتكلمش كتير 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 وندخل في الموضوع على طول، بتسألوني اسئلة كتيرة قوي عن غسولات البشرة، وانا النهاردة في الفيديو جايبالكو كل منتجات هيمالايا اللي انا جربتها، وهقول لكم ريفيو عن كل حاجة انا استخدمتها، وهيكون ريفيو حقيقي ورأيي الشخصي، ومش هكذب ومش هزيف الحقيقة، هقول ايه الحلو وايه الوحش وايه اللي انا استفدت منه وايه فعلا اللي انا ما استفدتش منه وما جابش نتيجة معايا، لان زي ما احنا متفقين ان احنا كل فيديوهاتنا تكون حقيقية وواقعية، والريفيوهات كمان تكون بصدق عشان يبقى فيه مصداقية ما بيني وما بينكم. اول حاجة هتكلم عنها في منتجات هيمالايا هي غسول البشرة، غسولات البشرة بتاعت منتجات شركة هيمالايا. طبعا انا جربت منتجات كتيرة قوي من هيمالايا وغسولات بنات كتيرة جدا، وكان عندي كمان نوع ثالث من الغسول، بس تقريبا كده انا رميت العلبة او ماما رمتها. No God please no. دورت عليها كتير جدا قبل ما ابدأ الفيديو، بس هحط لكم الصورة بتاعتها هنا، وانا شارياها كمان عشان تصدقوا ويكون في مصداقية اكتر، بس هقول لكم برضو رأيي فيه، بس اعذروني بقى العلبة بتاعته انا مش لاقياها، مشكلتي ان العلب لما بتخلص ساعات بهتم ان انا اشيلها عشان ابدأ اعمل لكم ريفيوهات عنها، واوقات كتير قوي برميها. اول حاجة انا جبتها من هيمالايا كان الغسول ده يا بنات، وده الشكل بتاعه، العلبة بتاعته كانت 50 ملي، دوت مكتوب عليه غسول الليمون للتحكم بزيوت بشرة الوجه، تمام، ده يناسب البشرة المختلطة الى الدهنية، وانا جبته في فترة بشرتي اتحولت فيها من عادية لمختلطة، فاشتريت الغسول ده جدا، واللي عارفني كمان عارف ان انا من عشاق منتجات شركة هيمالايا بالذات. مبدئيا الغسول ده مكوناته الليمون والعسل، وكاتبين عليه بيزيل الزيوت الزايدة وينظف المسامات بعمق من البشرة. طبعا المكونات بتاعته بنسبة 100% طبيعية، وكل البيانات مكتوبة عليه، غسول الوجه خالي من الصابون، استعمال يومي بشكل خاص، الخلطة بتاعته بالليمون والعسل. طبعا انتوا عارفين الليمون والعسل بيناسب اكتر الناس اللي بشرتها دهنية وفيها زوايد دهنية كتيرة جدا، فبيحافظ عليها قوي. انا الغسول ده ما ناسبش بشرتي خالص، يعني ما ضرهاش، بس ما حسيتش ان هو مناسب نوع بشرتي، كان بيسبب لي جفاف للبشرة، لان انا اصلا بشرتي مش دهنية ومش بتطلع زيوت كتير، بس لما استخدمته لا حسيت بجفاف قوي لبشرتي، فما ناسبش بشرتي، فما تناسبش معايا خالص، وكمان ما كانش بينظف البشرة بتاعتي كويس قوي، وخصوصا لما بكون حاطة مكياج، وبعد المكياج بحب ان انا اغسل بشرتي، فده كان لا لسه بيبقى فيه رواسب كمان للمكياج، فما تناسبش مع بشرتي نهائي. لكن لو انت بشرتك دهنية بتفرز زيوت كتير او زيوت فيها دهون كتير، فاعتقد ان ده هيناسبك. نيجي بقى للغسول ده، ايوة هو ده، وبقوله كده وانا ابتسامتي من هنا لهنا، لانه حرفيا من احلى الغسولات اللي انا حبيتها لوشي، حلو قوي وجاب نتيجة مع بشرتي حلوة قوي، وحرفيا ناسب بشرتي جدا، لانه اصلا مكتوب عليه للبشرة العادية للدهنية، يعني متناسب مع بشرتي جدا جدا جدا. المكونات بتاعته بقى ايه؟ النيم والكركم، وكمان بيقاوم الحبوب، بيمنع العلامات بتاعتها، وخالي من الصابون، سوب فري،
وحرفيا لقيت منه نتيجة فعلا حلوة قوي. لما كان بيبقى عندي حباية وبهرشها وبيبقى لازم فيها اثر كده تاخد وقت على ما بتروح، الغسول ده بيساعد فعلا انها تروح بسرعة. اهو يا بنات شوفوا انا استخدمت لحد هنا، وطبعا واضح جدا كمية الغسول اللي انا استخدمتها منه. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه جل كده، كمان في مكونين كلنا محتاجينهم والبشرة محتاجاهم زي الكركم، وان الكركم اساسا بيفتح البشرة، بيساعد في ازالة التسبغات، كمان بيمنع اثار الشيخوخة والتجاعيد المبكرة، غير كمان العشبة بتاعت النيم بتساعد في مقاومة الحبوب واثار الحبوب، وكمان علاجها مقاومة البكتيريا الفطريات. فمن احلى الغسولات اللي انا حبيتها لهيمالايا. كمان يا بنات الملمس بتاعه بعد ما بتغسلي بشرتك بيه بيبقى بشرتك تحسي انها مترطبة، مش مشدودة ومش جافة زي بعض الغسولات اللي تيجي تغسلي وشك تحسي ان وشك جاف كده وناشف. لا، الغسول ده بيخلي البشرة بعد ما تغسليها رطبة، فيها رطوبة، مش بتحسي خالص باحساس الجفاف اللي بيحصل في البشرة. فحلو قوي وحبيته جدا يا بنات، ومن الغسولات الحلوة اللي انا حبيتها من منتجات هيمالايا. اما بقى عن الغسول الثالث اللي العلبة بتاعته مش معانا دلوقتي، بس هتشوفوه دلوقتي في الفيديو اللي انا هحطه لكم، او الصورة بتاعته اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو. كان من الغسولات برضو اللي انا حبيتها حلوة قوي وحلوة جدا، خصوصا لو انتي بشرتك فيها اسمرار، فيها غمقان، فيها تعرض كتير قوي لاشعة الشمس، فبشرتك اتغير لونها، لانه بيساعد في تفتيح البشرة في ازالة الاثار والغمقان من البشرة. القوام بتاعه كان حليبي كده زي الكريم، خفيف على البشرة، وكان يناسب اكتر البنات اللي بشرتها جافة اللي محتاجة ترطيب قوي كمان للبشرة، خصوصا بعد ما تغسل بشرتها بالغسول. فكان برضو يا بنات من الغسولات الحلوة قوي وناسبت بشرتي، وما اتضايقتش منها خالص وما زعلتش ان انا جبتها، وكانت تجربتي معاه حلوة قوي قوي قوي. دلوقتي بقى اقيم لكم الغسولات اللي انا جبتها من وجهة نظري. اول حاجة ده انا بالنسبة لي اديله 4 من 10 لانه ما نسبنيش، وطبعا انا قلت لكم ليه. تاني حاجة اديله 10 من 10، ناسب بشرتي جدا وحبيته جدا وكان مناسب معايا جدا جدا جدا. تالت غسول بقى يا بنات اللي انتوا شايفينه ده في الصورة، تقييمي ليه 8 من 10. بالنسبة بقى يا بنات لغسولات هيمالايا، فاحجامها بتبتدي من 50 ملي، يعني تقدري تشتري الغسول بتاعك من اول 50 ملي. الاسعار بتاعتها بتبتدي من 25 ل 26 جنيه على حسب الصيدلية اللي انت بتجيبي منها الغسول، ولو بتجيبيها اونلاين من امازون او نون او جوميا ساعات كمان بيكونوا عاملين عروض حلوة قوي وعاملين اوفر كده، يعني تقدري كمان تستفيدي من خلاله بالمنتجات دي. اهم حاجة اختاري دايما الغسولات اللي تتناسب مع بشرتك، المكونات اللي محتاجاها بشرتك، اتأكدي كويس قوي ان الغسول اللي هتجيبيه مناسب لنوع بشرتك عشان تستفادي من المكونات اللي موجودة جوه الغسول اللي محتاجاها بشرتك. وطبعا ده رأيي شخصي، يعني ممكن بنات كتيرة قوي تختلف معايا والغسول يكون ناسبها او ما ناسبهاش، عادي جدا. فكل بشرة لها احتياجات معينة وكل بشرة لازم تستخدم الغسول المناسب ليها. وبس كده يا بنات، ده كان رأيي في منتجات هيمالايا اللي انا جربتها واللي انا استخدمتها، من الحلوة قوي للمتوسط للوحش، قلتلكوا على كل حاجة فيه بالتفاصيل، وده عن تجربة شخصية، فكل بنوتة مسؤولة عن اختياراتها، ومش عيب ان احنا نجيب حاجة ومش تناسب بشرتنا، ممكن تجربي حاجة تانية تجيب معاكي نتيجة. كل بشرة وليها احتياجاتها وليها استخداماتها، فدايما اعرفي اختياراتك احتياجاتك ايه اللي انت محتاجاه وبشرتك محتاجاه، ودايما جربي عشان تستكشفي ايه اللي يناسب بشرتك وايه اللي بشرتك دايما تحتاجه عشان تستفيدي منه. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة عن رأيي في منتجات هيمالايا اللي انتوا طلبتوه مني كتير جدا جدا، خصوصا ان انا من اكتر الناس اللي بتستخدم منتجات هيمالايا وبتكلم دايما عنها كتيرة قوي. اسعارها مناسبة لجميع الاعمار، مناسبة الاعمار الصغيرة، مناسبة جدا سواء كان غسولات او ماسكات او كريمات للشعر، متوفرة في الصيدليات في جميع الاماكن، تقدروا تجيبوها بجميع الاحجام اللي انتوا عايزينها او انتوا شايفين انها مناسبة ليكم على حسب امكانياتكم المادية.
فده رأيي ورأي تجربتي الشخصية. فانتوا كمان قولولي رأيكم، لو انتوا استخدمتوا منتجات هيمالايا قولولي رأيكم في التعليقات عن تجاربكم عن المنتجات، حبيتوا ايه منها، ما حبيتوهاش، جربتوها ولا لسه برضو هتجربوها، اكتبولي كل حاجة في التعليقات. ولو في منتجات حلوة انتوا بتستخدموها وعايزيني ان انا كمان اجربها اكتبولي في التعليقات عشان انا استفاد منكم زي ما انتوا بتستفادوا مني. فما تنسوش تحطوا لايك 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 كتير على الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا وبس، والله.